جاي اقلب التليفون قبل كم يوم وشفت هاي الصورة، تذكرت الغرفة مالتي الجيمينج روم. فرح نحول هاي الغرفة اللي دي تشوفوها قدامكم الى هاي الغرفة. اول شغلة لازم اسويها اسوي مساحة بالغرفة، لازم اشيل الميز تواليت وذاك المجرات، اثنيناتهم ما محتاجهم اني، مو من الاشخاص اللي يوقفون على الميز تواليت ويخلون عطر، لانه دائما استخدم الحمام كلش كبير. نرمين تريدين ميز تواليت؟ هاي ميز ما قلت لك اريد. اوكي راح اعطيك ميز تواليت ومخزن مال ملابس. Really؟ بس لازم تساعديني. اوكي. يلا. شوف غرفتها تقريبا فارغة ما بيها شيء. حاليا جاي استخدم هذا المكان، بخلي بيه الكمبيوتر مالتي هو داخل الهول، بس صايرة هوسة هنا. يلا نرمين هذا اول واحد. اوكي. هذين المجارات لازم كلهن نفتحن، يعني سهل فتحن. وهيجي فسخت الميز التواليت وجاي اريد انزله، هذا مكانه فارغ هنا وهي هذا جاي انزله بوحدي، يعني شوي شوي. وهيجي تخلصنا من الميز التواليت والمخزن مال الملابس، نرمين بعدها جاي تشتغل بالغرفة، جاي تخلي غراضها. هاي الغرفة مالتي كلش كبيرة، فافضل مكان اخلي بيه البي سي تكون نقطة مال الكهرباء قريبة عليه اللي هو هذا، يعني راح تكون هنا. بالمستقبل اذا اريد احرك الشرباية بغير مكان، من السهولة اقدر احركها اخليها بذاك الاتجاه او بغير مكان. وبعد ما صعدت الغراض وبس قعدتهم، لحد هسه ما رابط اي كيبل، هذا شكلهم هيجي صار. هلو بزون، تعي جاي تلعب. شغلت الكمبيوتر موقت على هذا السيارة لانه عندي بعض الملفات لازم انقلها من الكاميرا للكمبيوتر، وبعدها رحت جبت هذا السيارة كل اللي احتاجه اللي هو هذا التقسيم. انا عندي اهم شغلة بالديسكتوب اللي هو الكيبل مانجمنت، اللي هو ترتيب الوايرات الكيبلات اللي داخله وخارجه من الكمبيوتر هاي المنطقة. شوفون هذا الديسك بشغلة كلش حلوة، انه كل الكيبلات تكون هنا، هذا كيبل واحد بس رايح للكهرباء، فما تكون هوسة هنا كيبلات ممدودة بالقاع. عندي هاي الانارة الـ LED ويا هالكنترول مالتها، خلي نربطها وتكون تنطي انارة اللي ورا. وهيجي صارت عندنا انارة خلف الشاشة، ومن هنا نتحكم بالانارة مالتها، مثلا اريدها لون جميع الالوان بيها، هذا السمائي، هذا البنفسجي، احمر، برتقالي، اني احب اللون الازرق، دائما اخليها على اللون الازرق اللي هو هذا فاتح يكون. عندنا هسه السبيكر ربطته شغال، من هنا نتحكم بالصوت. السبيكر جدا ممتاز. حلوة الأغنية أحبها. المايك اللي عندي هو من شور، أتذكر اشتريته ب$400، وهذا يعتبر أفضل مايك لليوتيوب بودكاست ستريم، كل شي تقدر تستخدمه يجي كامل هو الستاند مالته. هذا المايك ما يصير يربط مباشرة يعني على الكمبيوتر، لأنه هذا الكيبل مالته هيك يكون، فنحتاج هذا الجهاز يربط عليه، وهذا الجهاز يربط على الكمبيوتر بكيبل USB. أنا حتى إنارة عندي، شوفوا هاي الإنارة. حاليا الصوت جاي يطلع من المايك مال الكاميرا. الحلو بهاي الكاميرا إنه بيها هذا الريموت كنترول، اقدر يعني اسوي زوم، ارجع، اتحكم بالكاميرا تحكم كامل. صوت بعيد اعرف لانه ما جاي استخدم. هسه راح نحول على هذا المايك، هذا تجريبي،
بالمناسبة أنا صار لي 3 أيام شوية مريض، فهذا الفيديو مو يوم واحد، أنا صار لي تقريبا أسبوع كامل أشتغل بالغرفة وأسبوع كامل قاعد بالبيت. فهسه راح نشغل التسجيل مال الصوت ونضيف الصوت ونشوف النقاوة مال الصوت مال المايك. ويا أهلا وسهلا بكم قناة جعفر فلوج. إذا تتذكرون back in the day، أقصد يعني في وقت سابق قديما، كنت أني أقعد ونسولف ونحكي قصص مواقف. أول ما أجيت الأمريكا كانت فيديوهات كلش حلوة. فاجأت أنا قبل فترة مو بعيدة قصيرة بعد أحد الفيديوهات جايبة مشاهدات جدا عالية، وهي يعني 10 أشياء احذر منها عند وصولك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بعض النصائح. فقلت إنه أنا ليش هملت هذا الشيء، لازم نطوره، ورجعنا وأقوى. أنا عندي كل السيتاب، عندي كل التولز ما شاء الله، يعني أنا متحكي، يعني أعرف أحكي. فانتظروني بفيديوهات. ولحد هسه بعد ما خلص الفيديو بعدكو هواية أشياء يعني أريد أشرح لكم عنها. الفيديو شوية راح يكون يعني نوعا ما طويل، لأنه بعدني جاي أندغر بعض الأشياء تجيني من إي باي يعني كماليات. بالمناسبة يعني ترى هذا السيتاب اللي وراي هو يعني مو هاي اند، يعني مو اعلى سيتاب بالعالم، لا. بعدين راح احكي لكم على المواصفات مال الكمبيوتر، المعالج، كرت الشاشه، الهارد درايف. هذا انا اعتبره هو كبزنس مكتبي، يعني اكثر شيء استخدمه للمونتاج فيديوهات، اشوف يوتيوب، نفس الوقت اسجل صوت. بس اعتقد ما احتاج اخلي عازل للصوت مثل قبل هاي الالوان، لانه بوقتها خرب للحائط. لا، حاليا الصوت جدا ممتاز جاي يطلع من المايك. شنو رايكم انتو؟ اكتبوا لي كومنت بالنسبه للصوت. اليوم وصلني هذا رجل الفضاء، خلنا اشوفكم شنو يسوي. هذا شكله هيجي يجي، وشوفوا رجل الفضاء شنو يسوي بالحائط. الله، شوف راح تتغير هسه. ما يحتاج يعني اجيب LED او شيء. جمال، وهاي الغرفة وصلتها لهذا المستوى. شوفوا الجمالية شلون صارت. طبعا انا احب الفضاء، ما يشوفون هنا انا خليت هذا رجل الفضاء، شكله كلش حلو، وهذا السيتاب مالتي. فإذا شفتوا فتشي ممكن بالمستقبل يعني نطور من عنده ينطي جمالية أكثر للستاب، كتبوا لي تعليق. طبعا بالنسبة للستاب يعني هو كاستخدام مكتبي أكثر من ما هو جيمينج. يعني شفتوا أنا ما عندي بلاي ستيشن 5، ما عندي تلفزيون، مجرد أنه بس الستاب مالتي، لأنه أستخدمه للأديدينج وبنفس الوقت يوتيوب وجيمينج. يعني راح أجيكم هسه شوي شوي على المواصفات حتى تعرفون شنو الشيء الممكن بالمستقبل نطوره. انطوني رأيكم. طبعا اول ما نجي على هذا الميز المتواضع الصغير هذا، يعني دائما انا احب يكون فارغ، لانه يعني مرات يعني اكتب او ابلكيشن مثلا معلومات عندي اعبيها. هنا عندنا اقلام، وهنا الكنترولر مال بلاي ستيشن 5 2، ووحده مال بلاي ستيشن 4. هنا عندنا شاحنة سريعة، وعندنا هذا التليفون مالتي. هنا عندنا الهيدسيت من اسوس، هذا الهيدسيت يعني انا بوقتها مشتري يمكن ب $300. وعندنا هاي الحاملة مالته وكيبل مباشرة اذا اريد اشحن تليفون او اشحن الهيدفون. بالنسبة للسماعات يعني انا ما اشتريت سماعات هاي اللي بيها الوان او تكون كبيرة، لانه انا عندي، فما حبيت يعني اصرف بعد اكثر فلوس. هاي كل الاشياء اللي دت تشوفوها هاي مالتي سابقا اني مشتريها، بس الانارة اني اشتريتها. بالنسبة للاسوس هذا الجهاز مالتي مال جيمينج دائما يكون هذا مكانه هنا. عندنا هذا المايك جدا ممتاز ومن ارقى المايكات العالمية بالنسبة للبودكاست او مثلا تسجيل الصوت. هذا اسمه شور بوكت، مشتريها من غالي.
بهذا طبعا يربط على جهاز مثل ميكسر نقول عليه او شيء، اللي هو هذا حتى يعني يوصل بينه وبين الكمبيوتر، لانه المايك بوحده ما تقدر تربطه يعني مباشرة، لازم اكو فت قطعة، وهي هاي القطعة، والقطعة هاي يعني جدا غالية، بحيث يعني هذا المايك ينطيك صوت استوديو، وهو هذا استوديو لتسجيل الصوت. يعني بالمستقبل ممكن راح تشوفوني بمقاطع فيديو، يعني هاي الواجهة مالتي وانارة خفيفة، ونحكي ونسولف على مواضيع على اوبر، او يعني اكو هواي افكار ان شاء الله بالمستقبل. هسه ما علينا، نجي على هذا الكيبورد المعجزة. فعلا هذا الكيبورد المعجزة، لانه هذا ينشحن يمكن كل 3 اشهر او كل 4 اشهر، يعني ما اعرف شنو البطارية اللي موجودة بي، يمكن سعرها 350 او 400 دولار اشتريتها بوقتها. طبعا يعني هو فد شوي راح تطفى الانارة مالته، وبي درجات، بس الشحن مالته كلش يطول هواية. اما بالنسبة للماوس، الماوس يعني هذا هم نوعيته زينة، بس اللي عجبني بيه يعني جدا خفيف، كلش خفيف بالنسبة للجيمينج، بالنسبة للحركة. هنا عندنا ستيم ديك، بوقتها ما اشتريت من هذا الصغير ابو الستة او ابو الاثناعش، لا اشتريت هذا اكبر شيء موجود. اما بالنسبة للشاشة هي 4K 144 اطار بالثانية، حجمها 34، منحنية من MSI، هاي مال جيمينج صانعيها. طبعا الدقة مالتها شي هاي اند، يعني اخر شي، ما يعني افكر بالمستقبل ابدا. طبعا انا مخلي انارة اللي ورا، كيبلات ما تبين. وهنا عندنا درع مال اليوتيوب، وهنا عندي هاي الكلمة كلش احبها، واللي هي تقول keep life simple، يعني خلي الحياة بسيطة او سهلة، خلي حياتك بسيطة، بسطها بسطها يا معود. اما بالنسبة للستاب، هنا اللي عندنا الكمبيوتر مالتنا البي سي. طبعا بوقتها اني هذا همين صرفت عليه فلوس هواية، فرح اجيكم هسه على المواصفات. بالنسبة لكرت الشاشة RTX 3080، مو تي اي، بس هذا التوف جيمينج من اسوس، يعني هذا جدا ممتاز. اما بالنسبة للماذر بورد هو من MSI، اخر شي نزل هو هذا مال MSI. ليش؟ لانه بوقتها ردت اشتري المعالج اللي هو الاي 9، فما ركب عليه الميموريات، فبوقتها بدلت الرامات DDR5 64 جيجا، نوعية جدا ممتازة، رابط له مبارد مائي. اما بالنسبة للمعالج اللي هو اي 9 جيل 12700K، يجي 5.2، هو اصلا مكسور السرعة. اما بالنسبة للمراوح، هنا عندنا 3 مراوح، ومروحتين اللي فوق مال المبرد المائي اللي هو هذا مبرد مائي من اسوس، وعندنا مروحة بالخلف اللي ورا. اما بالنسبة للهاردات، طبعا هنا عندنا 8 تيرابايت، قطعتين مفصلة كل قطعة 4 تيرابايت، وهذا الكيس كلش احبه، لانه فعلا يعني ما يدخل اي تراب داخل الكيس. ليش؟ لانه بي فلتر، شوف هسه هذا الفلتر مالته يحتاج لتنظيف وسخ، ما يدخل اي تراب لا من فوق ولا من جوا. عندنا هذا الرجل الالي اللي هو يضرب لنا اللي فوق، يعطينا هاي الاناره مال الفضائيين الحلوه. انا همين عندي هارد درايف بخارجي كبير اللي هو حجمه 12 تيرابايت، يعني تخيلوا اول فيديو صورته على اليوتيوب نزلته موجود مخزون بهذا الهارد درايف، صور، مقاطع فيديو، اشياء مهمة جدا، ممتاز وامن. هذا USB، يعني يربط مباشرة USB، اقدر يعني اخذه وياي اطلع اربطه على اي لابتوب. فهاي مواصفات البي سي ماتي. اما هنا هاي يعني اعتبرها غرفة العمليات. ليش غرفة العمليات؟ لانه هنا طبعا عندنا شواحن، هاي دائما اني احتاجه، وهنا عندنا الغراض مالتنا، الكاميرات، الجو برو، عندي هنا السماعات، وهنا هاي اللابتوبات طبعا شغلي بيهم، يعني اجهزهم اشحنهم، ما بيها مشكلة ابيعهم، يعني هذا البزنس مالتي هنا. وعندي بعد هواية غراض، بس يعني قلت ابلش باللابتوبات اول مرة، لانه عندي 50 لابتوب مثل ذني الصغار. وربطت الساعة، واخيرا بهاي المنطقة خليتها، حاليا شوفوا بيش الساعة، دا اصور لكم فيديو بثنتين الى ثلاثة، وعدي قاعدة ب6:30، على مود يصير عندي مجال هنا اقعد اخذ راحتي.
يعني وخرت التشرباية ووصلتها اللي قدام. بدي اشوفون هاي الطابعة، انا ما استغنى عنها طبعا، كان مكانها هنا بس شفت مكانها اصلا مو حلو، فلان هي وايرلس ومربوطة بالكهرباء، مجرد اريد اسوي برنت راح تطبع الاوراق. وهاي المنطقة هنا بعدني شوي يهمني جاي اشتغل بها، جاي ارتبها، لانه هنا عندنا الانارة وعندنا فان هنا مروحة مرات احتاجها، والستاند وغرفة كلش حلوة صارت، يعني ماكو احلى من هذا الجمال. يعني تقعد من النوم تقابل هاي الخلقة الحلوة، ولاكو احلى من هذا الشي بعد. شباب اني بالنسبة لي الحمد لله والشكر كلش فرحان ومقتنع بالنتائج اللي صارت بالنسبة للغرفة، ما كنت متوقع انه راح يصير بهذا الجمال، بس الحمد لله والشكر كلش حلوة صارت. فلهنا وصلنا الى نهاية الفيديو. لا تنسون اذا شفتوا فد شي ممكن نطور من عنده بالمستقبل خلوا كومنت حتى نسوي له ابجريد، ولا تنسون لايك، واللي ما مشترك خليه يشترك، واشوفكم فيديو ثاني. مع السلامة.